الوضع الحكومي نعم وضع قوي، احنا هذه اول حكومه يقف خلفها تحالف متماسك كبير في داخل مجلس النواب يساندها، وبالتالي هذه منطق قوه للحكومه تستطيع من خلاله ان تتخذ قرارات جريئه. تمام. الان لما هسه ترحلوا 200 300 500 عائله ما اعرف ايش قد، طبعا تعوضوا وبنت لهم بيوت. جي. البيوت قلت لك انا شفت صورها عباره عن فيلل. اي تمام. وصارت ردة فعل بهذا الشكل. لما راح يبدي طريق التنمية، طريق التنمية ايش قد راح يشيل ناس؟ ايش قد راح يرحل ناس؟ اوه يمر على قرى ومدن وناس تترحل. وطريق التنمية هو راح يعرفه المواطن، هو عبارة عن 60 70 80% منه عبارة عن استثمارات قطرية واماراتية وكويتية وسعودية وتركية. هو على الورق اذا ايش راح يصير؟ هسه ما ندري، يجوز يتنفذ لا نظريا، خلينا نقول يريد يتنفذ، ممكن يبقى مثل القطار المعلق، معلق. راح يصير ردة فعلنا انه هاي باعوها للكويتيين والقطريين والاماراتيين والسعوديين، ونبدا نحط قصص، واحد يربطها باسرائيل، واحد يربطها ما ادري وين، واحد. فبالتالي انا اقول الحكومه اذا ما تكون قادره على هذه الثقافه اساسا، احنا الطبقه السياسيه، الطبقه السياسيه لاجل السباق السياسي، لاجل المكسب السياسي، مو لاجل تحقيق منجز، مو لاجل احقاق حق، مو لاجل تعديل اعوجاج، وانما لاجل الكسب مستعدين نضرب كل المفاهيم، نضرب كل شيء، يعني كل شيء صح، دين، عبادة، رب العالمين، دماء ناس، حقوق ناس، كلها نضربها لأجل الكسب السياسي. وبالتالي هاي العملية إذا ما الآن نقول الحكومة، هم راح نقول الحكومة العاد ما تقدر تنفذ هذا، هي بحالها ستقدر ترحل 500 عائلة بالبصرة و400 بنيسان ومجد بالناصرية وهالقد ببغداد وهالقد بصلاح الدين. إذا نظل هيش نخوف، إذا ما حد راح يسوي. وهذا التخويف أنا قلتها سابقا في قناتكم، هذا التخويف سبب لنا مشكلة ضيعت علينا فرصة كبيرة بالنهوض بالعراق، لما نضرب قانون البنى التحتية بالآجل ضرب سياسي كان، هي ضرب بهذا المنطق، ما نقدر ما نصير ما هي، هذا راح يجيب لنا شركات، شركات تحتلنا، شركات، وبالتالي ضاعت ذيك الفرصة ودخلنا بالدوامة، الدوامة ورا الدوامة. الحكومة العراقية حكومة قوية، الوضع العراقي، لكن نفس المنظومة أستاذ فيصل قد تكرر نفس الأمر، مضبوط. المنظومة السياسية مشكلتنا بيها، المنظومة السياسية اللي تنقل المشكلة الخاصة التنافسية إلى رأي عام وإلى حقوق وإلى أراضي ضاعت. الآن الأخ اللي يتكلم عن اللي يأخذ مقصر ولا جاب ولا تروح شبر ولا يجي شبر، كل شيء بمكانه والحدود ثابتة ومرسمة، مجرد البيت بصف الحد العراقي 100 متر يصير 5 كيلوات، فما بيها حدود، لا حد يروح ولا حد يجي، فهو من يتحدى اللي يطبهم قصر القصيده صادق، لانه ما حد راح يطبهم قصر اصلا. هي حدود موجوده وثابته، وذي شيء الارض الكويتيه كويتيه والارض العراقيه عراقيه، مجرد هذا الساكن على الحدود يم الدعامه يروح يبعد لها 5 6 كيلوات.